يسعد اوقاتكم مشاهدينا بكل الخير، اهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقه المميزه من برنامجكم نادي اوغاريت، من خلال الابداعات، من خلال التميز اللي بنترافق فيه ضمن هذه الحلقه. تابعونا. من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. أكيد مشاهدينا هدول هن أبناء الإبداع، أبناء التميز، من خلال الضيوف اللي بيترافقوا معي ضمن هذه الحلقة. فوق النخل فوق فوق يابا فوق النخل فوق ومدري لما خدابة مدرقة فوق والله ما ريدان باليني بلوان وبالله يا مجرى المي وبسلم علي هم عليهم صعباني الفرقة عليا بشتقنا إلي هم إليهم والله مريدة باليني بلوى البلبل غصني الفل عشقي النعماني قصدي ألاقي محبوبي قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني يا عيني بين الياسمين حالي 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 حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال قلبي تلوى يا وادي بدي طبيبي داويني دوا الطبيب ما شوفت حبيبي بتشفيني يا عيني شوفت حبيبي بتشفيني حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي مثل ما سمعنا مشاهدينا، مثل إذا أنتم عم تتابعونا ضمن هيدا البرنامج، الآلات بتتنوع ضمن هيدا البرنامج والأصوات بتتغير، ولكن الإبداع والتميز حاضر. ومن خلال هيدي الافتتاحية الحلوة مشاهدينا خلونا نرحب بضيوف حلقتي لهاليوم، نجيب سي وعازف الناي، أهلا وسهلا فيك ونورتنا ببرنامج نادي اوغاريت. نور بوجودك. كمان مشاهدينا معنا صاحبة الصوت الحنون واللي بيفوت للقلب شهد علي، أهلا وسهلا فيك يا شهد ونورتينا. شكرا. يعني وقت اللي بنقول نادي التميز نادي الإبداع فعلا، وهذا واضح وملموس وملحوظ من خلال إبداعكم، من خلال حضوركم، من خلال هيدا الشفافية بالتعامل سواء كان مع الآلة أو مع الصوت. هلا بدي بلش معك نجيب، يعني يعطيك العافية. الآلة الناي ليست بالأمر السهل، بدها نفس، بدها يعني شغل كثير قوي من قبل الشخص، وبدا احساس الشخص لينقل الصوره اللي بتلامس صوره الشخص بحد ذاتها. تمام. بنحكي عن تعاملك مع هيدي الاله، يعني ايمت صارت وايمت حسيت حالك انه فعلا هي رفيقه دربك الى حد ما فينا نعتبره لهذا الشيء؟ والله ولا من لما كنت انا وصغير كنت اسمع كثير هيدون لما يحطوا برمضان وهيدون يحطوا الات لانه هيك يعزف مقاطع سولو وهيك، احب هالاله كثير. حلو. صرنا نسال مين بيدربوا هيك ولا بيدلوني على استاذ لقيمك هذا الحكي؟ بوجه له صار لي هلا 5 سنين من 5 سنين بوجه له تحيه كثير كبيره استاذ عماد خلوه. حلو استاذي هو بيكون دربني عليها وتعب علي معي فيها كثير كثير. اكيد نحن بدنا نوجه له تحيه لانه اله الناي بتحسها منه الالات الصعبه والقليل انه طبعا بتلامس الروح هي الواحد بيطلع منها من روحه بقى هون صارت وشوي شوي 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 تعب علي تعب ونتعب انا وروح لهون وهيك حتى الحمد لله يعني الله نالنا في عقلة الناي واخر شيء تعرفنا مثل ما برحب بالاستاذ احمد حمودي هلا يمكن اذا عم يسمعنا استاذ احمد حمودي تعرفنا عليه وكمان هيك اعطانا شوي وش ايجابي اكيد بهذا طبعا اكيد بنروح استاذ احمد حمودي يعني الله ياخذ الامر وتعرفنا على ودخلنا على الشبيبه وتقوينا من هون يعني الواحد بتعرفي انت مسيره درب هيدي. حلو هلا بدنا نحكي عن محبه وشغف الشخص للموهبه اللي هي موجوده فيه. لعندك شهد يعني شهد مثل ما حكى نجيب انه فعلا في محبه في شغف في ملاطفه بين الاله وبين الشخص الى اي حد بتحسي انت فعلا موجود هذا الشيء بصوتك انت وفيكي تلاعبي صوتك بكل اللهجات اللي انت بتحبي تغنيها. هلا هو اكيد اذا الشخص مكتشف الموهبه بعمر صغير فبتكبر معه وبتتطور اكثر خصوصا اذا كان في حدا عم يدعمه مثلا اهله استاذ رفقات فانا اكتشفتها بعمر صغير يعني كان عمري 10 سنين. هلا عمرك 5 يمكن فانه وقت تكون زعلانه مثلا قاعده لحالي لما كذا انه حلوه يعني موهبه بالنهايه حلو. هلا بما انه عم تحكي شهد عن انه الاحساس وعن الروح اللي فينا نتلاعب فيها من خلال الصوت ومن خلال الاله يعني هلا بدنا نحكي عن موضوع الناي يعني قد ايه فيك يعني انت بكل احاسيسك سواء أنا كنت زعلان او كنت مبسوط او بتعبري فيها كيف اللي بدك انت بتعطي بنفس الجوده وقت اللي بتكون مبسوط انت نجيب؟ طبعا هلا هي بتختلف اذا الواحد كان مثلا المتعب هلا هي بترجع على النفسيه يعني طبعا في عاكس اجباري لها بس اذا الواحد مبسوط وهو حسب انت كيف شغفه للواحد عليها ومحبته لها. يعني انت بتعزف بكل الحالات؟ هلا ما كل الحالات نفس الشيء بس انا يعني هي صارت شيء مقطع من روحي فاكيد بدي اعطيها حقها تعطيني حقي اذا ما اعطيتها حقها مستحيل يعني ابدا ما بيطلع. ايوه هلا بدنا نحقق هيدي المعادله المتكامله طبعاً. بين الناي وبين نجيب من خلال عزفك الحلو لنحكم نحن والمشاهدين بعزف منفرد فينا نقول يلا. بدون غناء او اذا بتحبي انت شهد ترافقي ما عندنا مشكله يلا يلا الله الله يا نجيب، يعني قالت لنا يعني انا حزنتني هيك بتحطك بجو هيك حزين يعني طبعاً. حتى لو كنت انت عم بتغني فرح بتعطيك هذا التون صحيح. يعطيك العافيه يا نجيب، يعني على هيدا النفس، على هيدا الايقاع الجميل، بتمنى لك التوفيق يا نجيب. وهلا رح نرجع لعند شهد، شو رايك بعزف الناي؟ انت زعلتي شوي تاني بدك تبكي. وانا كثير مياله للاغاني من هالنوع، يعني الحزينه هي بتبين الصوت اكثر، يعني الحزينة بتبين الاحساس اكثر حتى. اها طيب خلينا نغني شيء هيك بفرفش القلب اكثر. يلا شيء من اختيارك شهد. حاجي تعاتبني، يئست من العتاب، من كتر ما حملتني هالجسم داب. حاجي تعاتبني، وإذا بدك تروح روح وأنا قلبي تعود عالعذاب. علمت قلبي من الطفولة عهواك، ما طلعت هالعين إلا حماك. الله بيشهد ما ضحكت مرة سواك، وليش بتطلعك تفتح لي بواب. الله، لا أنا زلت نظامي. أنا زعلت، شي ناي حزين، شي صوت مع إحساس، وهيك اختيار الأغنية حزينة. ليش بتختاري هيدي الأغاني الحزينة يعني؟ بحسها بتطلع أحلى بصوتي، صوتي بيناسبه وهي بتناسب صوتي. أيه. في مطربين محددين بتحبي تغني لهم أنت؟ بشكل عام إنه الأغاني كلها حلوة بس تكون بتلامسك، يعني بقى كل شخص واختياره وذوقه. يعني أنت ذوقك لمين بيميل؟ يعني في كذا حدا، في فيروز، في كذا حدا، شيرين. اها حافظه شي لشيرين؟ ايه هلا شوي ثاني بدنا نسمع. نجيب، أيوة. يعني في مقوله من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، يعني من بيتعب بيلاقي. تماما. قد ايه بتحس انه تعبك على هيدي الاله؟ هلا بدنا نحكي بحرفيه انه نحن هيدي الآلة خصصناها لشيء بالمستقبل، غير اذا انت حابب بس تكون يعني متنفس لك. ايه تمام. يعني قد ايه بتحس انه فعلا هيدي الآلة موجوده بحياه نجيب؟ يعني قد ما قلت لك بكون عم بضحك على حالي كثير، يعني هيدي خلص صارت يعني شيء مني انا. مثلا كيف واحد ايده مثلا ما فينه بلا، هيك صارت هيدي انه انا مثلا اذا ما جيت على البيت كل يوم وشفتها هيك اطمنت عليها مثلا عزفت، ما بقدر مستحيل. بدي شيء هيك اقعد انا بالغرفه مثلا انا لحالي بالبيت هيك مثلا ناقشها عندي، تناقشها هيك احكي انا ويا هذا الاله. حلو. انت طالب شو نجيب؟ هندسه ميكانيك. حلو. يعني هندسه الميكانيك والناي، شو بتحس انه في شيء علاقه متصله بينهم؟ هلا هديك يعني مستقبلي كلياته متعلق فيه لهندسه الميكانيك. هذا السؤال بدي اسالك اياه، يعني من خلال جوابك قد يعني هذا الاله هي مجرد هوايه ولا متنفس لنجيب؟ هلا هي هوايه وموهبه، يعني الواحد الله بيوهبه اياها للشغله، ما في الواحد يتعلمها اذا ما كان مثلا موهبه وهوايه بنفس الوقت. يعني هيدي رح تستمر الى جانب تعليمك؟ طبعا هيدي انه خلص صارت معي انا، يعني المستقبل ما بتعرف فيه شو الواحد الله مخبي له مثلا وهيك، بس طبعا الواحد دراسته اهم من كل الموسيقى ومن كل شيء، يعني الواحد بتم انه عنده هدف واحد يعني بس ما اكثر. يعني احنا بنشوف من خلال اهتمام الاهل ومن خلال المحيط والمجتمع اللي عم نعيشه، اضافه الى جانب التعليم، يعني عم يكون في تكريس الى المواهب، سواء كان غناء، العزف، الشعر، يعني في كثير من هيدي المواهب الى جانب التعليم. تمام. يعني هيدا الوعي الثقافي الموسيقي عم نشوفه ليس فقط مثلا ضمن محافظه اللاذقيه، لا عند كل بكل المحافظات عند اهتمام بالاهل بهذا المجال. قد ايه انت بتحسوا لهذا الشيء موجود بالبيئه اللي عايش فيها؟ هلا لانه بشكل عام الموسيقى غذاء الروح، يعني هلا الواحد يشبع روحه، مثلا الواحد مثلا الصبح مثلا كيف فينه الواحد بدل القهوه مثلا هيك الروح كمان بدها الشيء هذا، مثلا كاس قهوه وفيروز مثلا من الصبح قديش بشوفها الواحد حلوه، فالروح بترتاح لها شيء غذاء للروح، يعني قد ما كان صعب الواحد يوصفها لانه هي شغله روحانيه بقى بتصير من جوا. مثلا مبسوط الواحد بس ليش ما بيعرف انه انت عم تتسمع على شيء وعم يبسط الروح هذه. خلينا نبسط نحن هيك المشاهدين بغذاء الروح. يلا يلا. يعني فعلا في ابداع، في شغف، في حب للآلة، في هيك تميز، والعزف على آلة الناي فعلا هو تميز وابداع، يعني بده تعب، بده نفس، بده دقة، بده يعني يعطيك العافية يا نجيب. الله يعافيك. نجيب انت يعني بتحب تعزف لحالك ولا بتحب تكون مجموعة مع ضمن الآليات؟ بتعطي للناي جمالها ولا لا؟ جمال الناي لحال. هلا جمال الناي مع كل الآلات لما هيك بتصير بتحسيها بتدغل الدغره مثل العصفور، بتحسيها هيك يعني بتحبها انها تكون مع ضمن الآليات، مع كل بتحسها انه فعلا منفرده عن غيرها، انه يعني لها طعم غير يعني غير الآلات كلياتها. يعطيك العافيه، فعلا هي آلة متميزه ما فينا ننكر. بتحبي تعزفي شهد على آلات؟ كنت اعزف على الجيتار بس هلا وقفتي. يلا يا ستي ان شاء الله يا رب هيك يكون ابداع وتميز من خلال سواء كان الصوت وخلال في حضور بهذا الموضوع. هلا شو عم تدرسي انت؟ بكالوريا. بكالوريا، يعني عندنا تحضيرات قدمنا. هلا منتهى تماما عن رهبه الامتحان ومنتهى تماما عن التفكير انه في امتحان وكذا وهيك. كيف توفقي بين انك انت تعطي لصوتك وبين انك تعطي لدراستك؟ هلا تنظيم الوقت هو الأساس، يعني إنه دراسة بتتنفسي شوي، بتغني شوي، يعني بتطلعك من الحالة شوي إذا عندك شيء جواتك يعني. حلو، يعني هلا بنشوف على يعني اهتمام بالمواهب ضمن محافظة اللاذقية وانه نحن موجودين فيها هلا، نشاطات، فعاليات، يعني عم تعطي حضور للشخص شو عنده ليقدم، يعني عم تعطي بتشجع يعني قد ايه مهم عند شبابنا وشاباتنا انه ينفتح لهم هذا المجال ليبدعوا من خلال المواهب اللي هي موجوده عندهم. شو رايك نجيب؟ انا برايي بايد هذا الشيء 100% انه بجوز في عالم ما منتبه على الموهبه، بجوز مثلا اذا بتقعد مع شخص ثاني وبتحبها للاله هي بجوز ما بتعرف، بس لما بتقعد معه للشخص هذا بجوز تكتشف انه هي لازم تتعلم هالشيء هذا وتحبها للموهبه، لازم يكون في تشجيع اكثر. هلا انت كونك طالب هندسه ميكانيكا قد ايه بتحس انه فعلا في روح من الناي مع رفقاتك بيقولوا لك تعال زفلنا؟ طبعا لما بنكون بالجامعه مثلا هيك شله جيب النايات مثلا وتعوا هيك، بس طبعا هلا بالجامعه كل شيء له تراتيب غير، يعني ما والله انه معقول الواحد يطلع على الجامعه لا يكون هيك مناسبات محل يعني ايه مناسبات هيك طبعا، بس حلوه كثير يعني انه مثلا هنيك بالجامعه بقلب القسم مثلا انه عازف عود مثلا عازف ناي حلو دربكه، انه مثلا هيك بنالف فرقه مثلا مع بعض وبنعزف وبنشكل اغاني جديده وهيك شيء. قد ايه بتحس انه فعلا هيدي المناسبات او هيدي الجمعات الحلوه بينك وبين رفقاتك بتعطيك حضور، بتعطيك ثقه، يعني بيقولوا لك مثلا رفقاتك عزفك على الناي كثير حلو طبعاً. عالم بيغاروا منك رحنا بدنا نتعلم تعلمنا، توصل لهيدي المرحله انت؟ شيء اكيد هذا الشيء ايه، بس انه اللي بيغار بيكون هذا نحن خلص شو بدي انا شو بدي عادي يعني ولا شيء، بس ايه طبعا بنتعرض لهيك مواقف كثير انه مثلا انه عازف آلة بالجامعه مثلا انه كل العالم هيك بتكون حواليه وعازف الآلة هيك انه مثلا لك هذا يلا عم بيعزف نجيب ايه مثلا هيك بتجي هيك مثلا كل الجامعه هيك بتطلع هيك بدهم بقى وقتها انه هون مثلا يفوتوا شو هالآلة هذه بشكل حالي يعني انت بالجامعه طبعا هلا هن بفكروها انه هيك مثلا قصبه، بس ما بيعرفوا انه شو معناتها القصبه شو بتطلع هذه. يلا يا نجيب ان شاء الله هيك بشوفك بارقى الاماكن. تسلمي تسلمي. وان شاء الله هيك هيدي الآلة يعني تكون لها حضورها الحضور الراقي من خلالك انت ومن خلال تعبك على حالك سواء اعتمدت انت كحرفة او كموهبة فقط. شهود شو حابة تسمعينا؟ لشيرين. يلا شيرين حزينة ان شاء الله حزينة. كده كده يا قلبي حتة منك يا كل حاجة حلوة فيها كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني مش هلمسك ولا أحكي ليك عن حاجة تعبان يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني مش هلمسك ولا أحكي ليك عن حاجة تعبان كنت روحي لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت انك يوم تروح مش فاضل لي مني غير سلم على الصوت يا شهد، الله يبعد التعب عنك، وان شاء الله هيك ما تشوفي بحياتك جراح يعني لها شيء هيك بيفرفش القلب، يعني حطيتينا بحاله حزن. شهود شو بدنا نضل على هيدا النمط من الأهل؟ لا بنغير بعد الامتحان، بنغير تمام، بس نخلص الامتحان بنغير. يعني انا كثير انبسطت فيكم، يعطيكم العافيه. نجيب انت يعني برايي عم شوف كثير من الاشخاص المبدعين، وانت من الاشخاص المبدعين، ان شاء الله يا رب تشوف هيك افاقك محلق ليس فقط في سماء سوريا ولكن في سماء العالم، من خلال عزفك على الناي والابداع اللي انت متميز فيه. الله يخليك يا رب. شهود صوتك حنون جميل جدا، بالحزن وبالفرح وضحكتك كثير بشوش بتفوت للقلب، يعني بتمنى لك التوفيق وان شاء الله يا رب تكلل نجاحك بالخير، وهيك ناخذ الحلوان انه انت نجحتي ودخلتي فرع جامعه يا رب، وبالاضافه الى الغناء. يعني انا كثير انبسطت فيكم وبتمنى لكم التوفيق. وكلمه اخيره من عندك نجيب؟ يعني انا بنصح كل شاب وكل صبيه يلي ما مكتشف قصة الموهبة اللي يجوا لعنا على البرنامج ليكتشفوا الموهبة، وبتمنى الخير لكل العالم. يخلي لي اياك يا نجيب، بتمنى لك التوفيق. هلا رح نختم من عندك بها معزوفة. شهود كلمة أخيرة؟ نفس الفكرة، أي حدا عنده موهبة أو هواية ما يخبيها أبدا، يجوا لعنا. ايه يجوا لعنا. يدربوا حالهم، يطوروا حالهم، ما يضلوا على نفس الرتم. أو كل الخير. أكيد نورتونا، نورتوا برنامج نادي اوغاريت. صوت الناي والصوت الرقيق الجميل دائما نترافق فيه معكم مشاهدينا، بالإبداع، بالتميز، بالحضور، بالرقي، بالثقافة. أكيد مشاهدينا هاد كله من خلال أبنائنا وشبابنا وشاباتنا اللي عم يكون حضورهم كتير واضح من خلال برنامجنا نادي اوغاريت. نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامجكم، إلى اللقاء.